طالبت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل السياسيين الأوروبيين بضرورة الوقوف بوجه سياسي اليمين المتطرف، وقالت في مؤتمر صحفي في العاصمة الكرواتية إن أوروبا تواجه تيارات تريد تدمير القارة وقيمها، مشيرا إلى أن عليهم التصدي لذلك بشكل حاسم. وتأتي تصريحات ميركل بعد أن وجه سياسون ألمان بارزون دعوات للناخبين بعدم الاقتداء بدول الجوار والتي أوصلت شعوبها اليمين المتطرف إلى السلطة.